وهذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، ولا يمكن أن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون، ولكن لا بد من تطبيق القانون للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها، وللحفاظ على الوطن، وللحفاظ على الشعب التونسي. لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها. هناك دولة تونسية واحدة وحكومة واحدة، ومن يفعل أو من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل ويسعى إلى ضرب السلم الأهلية سيتحمل مسؤوليته كاملة.